أهلا بكم مشاهدينا، وهذه التغطية الإخبارية التي نتابع فيها تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، كما نتناول في تغطيتنا الخلافات داخل مجلس الحرب في إسرائيل، ونتطرق كذلك إلى الاتفاق الأمني بين ألمانيا وأوكرانيا، وأيضا أبرز الملفات المطروحة على مؤتمر ميونخ للأمن. وبدايتنا من التطورات في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتكاب جيش الاحتلال 10 مجازر بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدا و157 مصابا خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 28,775 شهيدا و68,552 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أقام المستوطنون الإسرائيليون 26 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية خلال عام 2023، منها 10 بؤر منذ اندلاع العدوان العسكري على قطاع غزة. وتشير التقديرات إلى أنه حال استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، فمن الممكن أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة 600 ألف بحلول عام 2030. المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد عبيد. شهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق في إقامة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية، حيث توفر سلطات الاحتلال الخدمات الأساسية لها وتتولى قوات الجيش حمايتها. خلال العام السابق شهدت الضفة الغربية إقامة 26 بؤرة استيطانية غير شرعية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية رسميا، إلا أنها قامت بتقديم الدعم الكامل لها بما يخالف القوانين الدولية. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرع المستوطنون في بناء 10 بؤر استيطانية، مستغلين في ذلك انشغال العالم بالحرب التي تمارس بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وتشير التقديرات أنه حال استمرار سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، فمن الممكن أن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة 600 ألف بحلول عام 2030. الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين شاركوا في أعمال عنف بحق المئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية. ويبلغ عدد التجمعات الاستيطانية 300 تجمع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفقا لمنظمة السلام الآن الإسرائيلية ومنظمة غير حكومية، كاشفة أن هذا الرقم يتكون من 146 مستوطنة معترف بها إسرائيليا و154 بؤرة استيطانية عشوائية. المستوطنون ينقسمون إلى فئتين، الأولى تنطلق من أيديولوجية دينية يسعى أتباعها إلى استرجاع الأراضي التوراتية، والثانية تعيش في المستوطنات بسبب السكن الرخيص والحوافز المالية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية لسكان تلك المستوطنات. تعتبر أو تعتبر الغالبية العظمى من دول العالم أن البؤر الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى المناطق الخاضعة للاحتلال، بينما تعارض كل من إسرائيل والولايات المتحدة هذا التفسير للقانون.
منذ نشأة الاحتلال باشرت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وتشييد المستوطنات، واتبعت سياسة منهجية مشجعة لهجرة الإسرائيليين إليها عبر منح مكافآت ومحفزات اقتصادية مباشرة للمستوطنين، وذلك في ظل صمت دولي ضد ما ترتكبه إسرائيل من مخالفات تضاف لسجل جرائمها بحق الفلسطينيين. أعلن حزب الله اللبناني مقتل 2 من عناصره بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان، كما أعلنت حركة أمل اللبنانية أن 3 من عناصرها قتلوا خلال استهداف إسرائيلي لمنزل في بلدة القنطرة بقضاء مرج عيون في جنوب لبنان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل يوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذي على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، يعني نشهد هذه التطورات في قطاع غزة وزيادة البؤر الاستيطانية، إلى أي مدى ترى بأن زيادة رقعة الاستيطان وما يجري اليوم في قطاع غزة هو توسعة للصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، وأيضا اتساع لرقعة الصراع في المنطقة؟ شكرا لاستضافتي. الأمر واضح أن الحرب في قطاع غزة تشتعل وتشعل المنطقة ككل. إسرائيل تصعد من هجماتها في رفح، آخر منطقة في قطاع غزة لم تهاجم بشكل كامل. الضفة الغربية أيضا، وهذا يهدد مزيدا من الشعب الفلسطيني بالتهجير. التوتر يتزايد على الحدود مع لبنان، وبالطبع رأينا أيضا العنف بين الجماعات الإيرانية في العراق وسوريا واليمن. الموقف لا يتحسن. نعم، وعندما نشهد أيضا على الرغم من أن هناك مطالبات من المجتمع الدولي لإسرائيل بضرورة وقف العدوان على قطاع غزة، إلا أن يعني حكومة الحرب ونتنياهو ماض في عدوانه على قطاع غزة، وهناك الكثير من التصريحات التي تؤكد بأن إسرائيل لن تتوقف. ما هو المتوقع خلال الأيام القادمة، وكيف يمكن الضغط على حكومة نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة؟ تعلمت أن لا أتوقع أي شيء في هذه الحرب، لأن نتنياهو يعلم أنه إذا وافق على وقف الإطلاق النار فهو يستمر في الحرب للمحافظة على منصبه. الولايات المتحدة أيضا في عام الانتخابات ليس لديها كثير من القوة للضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالعنف في قطاع غزة. إدارة بايدن لديها كثير من الحسابات واختيار المنهج الصحيح، لأن عام الانتخابات في نوفمبر. وزير خارجية إسرائيل صرح بأنه لا نية لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة وحكم غزة فيما بعد، يعني هل ترى بأن هذا التصريح يتناقض مع ما تقوم به اليوم جيش وما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من محاولات للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة؟ لا نعلم بعد ما ستفعله إسرائيل وما إذا كانت تضغط على رفح من أجل التوصل إلى شروط أفضل في وقف إطلاق نار مع حماس، أو أنها تحاول دفع الفلسطينيين بعيدا عن رفح إلى مناطق أخرى من قطاع غزة. الكثير من المناطق دمرت بالكامل، المكان لم يعد قابلا للسكن. بايدن أخبر نتنياهو مرتين أنه يجب أن يكون لديه خطة
للفلسطينيين الذين يودون تهجيرهم من رفح. وأيضا أوضح أن التهجير نحو مصر غير مقبول للولايات المتحدة، فيجب أن ننتظر ونرى. لا يمكن التوقع ما يخططه نتنياهو، ولكن بالتأكيد نحن نقترب من قمة الأزمة الحالية. نعم، والحديث عن إقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي على البحر للفلسطينيين في ظل تأكيد جيش الاحتلال بأنه ماض يعني للقضاء على قادة حماس كما يصرح دائما. اليوم هذه المنطقة التي يتحدث عنها جيش الاحتلال إلى أي مدى ستزيد من أزمة الفلسطينيين وستوسع من الأزمة الدولية أيضا إذا ما تم بالفعل إقامة منطقة على الشريط أو على الحدود على شاطئ البحر لإقامة الفلسطينيين وتهجيرهم وترحيلهم من مدينة رفح الفلسطينية؟ كل يوم تستمر فيه الحرب تصعد من الصراع للفلسطينيين في قطاع غزة، التوترات في المنطقة تتصاعد وفرص حرب أكبر تزداد. لهذا الأمر خطير، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار. نأمل أن المفاوضات المعلقة حاليا بين إسرائيل وحماس والتوسط من مصر وقطر نأمل أن تستمر وتتوصل إلى حتى وقف مؤقت لإطلاق النار، وإلا سيكون الوضع للفلسطينيين في قطاع غزة يائس للغاية وسيزداد سوءا. يعني تابعنا كلمة نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كاميلا هاريس في مؤتمر ميونخ، وتحدثت بأنه لابد من الضغط مزيد من الضغط العسكري على حماس وتحرير المحتجزين، وأيضا أشارت إلى انتهاء الأزمة بحسب وصفها، انتهاء الأزمة بعدم قدرة حماس اليوم على حكم غزة. يعني كيف نستطيع أن نقرأ اليوم موقف الولايات المتحدة في ظل أيضا تأكيدها على الوقوف إلى جانب حلفائها فيما يتعلق برفض التهجير القسري وأيضا يعني زيادة الدعم لإسرائيل؟ الولايات المتحدة ترى أن إسرائيل لها حق شرعي في محاولة القضاء على حماس. المشكلة تكمن في أن إسرائيل في قتالها لحماس تدمر قطاع غزة بأكمله وتقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. يجب أن يكون هناك توازن وفقا للقانون الدولي، حيث تقاتل عدوك، لا يمكنك أن تقاتل عدوك بكل الطرق الممكنة غير أخذ في الاعتبار المدنيين. الولايات المتحدة تسمح بحدوث هذا وتشجع عليه، وهذا سيؤثر على موقف الولايات المتحدة في العالم. بالفعل هذا أثر على موقف الولايات المتحدة، ورئيس بايدن يجب أن يقوم بحساباته وفقا لموقفه في الانتخابات في نوفمبر إزاء موقف الولايات المتحدة وكيف يراها الناس في العالم. نعم، يعني توتر واضح ومن خلال وسائل الإعلام نقلته سواء كان الأمريكية أو الإسرائيلية ما بين البيت الأبيض وما بين حكومة نتنياهو مؤخرا، وأكثر يعني مكالمتين ما بين الرئيس جو بايدن ونتنياهو تشير وسائل الإعلام إلى أن هاتين المكالمتين حملتا يعني توبيخا أو حتى اتهامات من قبل بايدن لنتنياهو بسبب العدد الكبير من المدنيين. ولكن اليوم لا زالت الولايات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل، يعني كيف من الممكن استمرار هذا الدعم خاصة وأن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات قادمة؟ لأن الولايات المتحدة تقترب من الانتخابات، أعتقد أنهم سيسمحوا لإسرائيل بفعل
ما تفعله هو هذا سبب استمرار الحرب. هذا لن يتغير حتى نوفمبر. نتنياهو سينتظر ويأمل أن ترامب سيفوز بالانتخابات ومن ثم قد يتغير الموقف لمصلحته. نعم، يعني أيضا عندما يعني نرى بأن الانتخابات قادمة في الولايات المتحدة وبالتأكيد ستنشغل وسينشغل البيت الأبيض أيضا، هل سيتمكن من مواصلة الدعم سواء كان الدعم المادي أو حتى الدعم العسكري؟ واليوم كاميلا هاريس أكدت على يعني استمرار دعم إسرائيل. أعتقد لا يمكننا أن نتوقع من الولايات المتحدة أن تخفض من دعمها المادي والعسكري لإسرائيل. السؤال ليس عن الدعم العسكري والمالي، يجب أن يتغير هذا بسبب ما يحدث في رأيي، ولكن المشكلة تكمن في إذا ما كانت الولايات المتحدة ستسمح لإسرائيل بفعل ما يحلو لها بهذا الدعم المالي والعسكري. هل يمكنها قتل المدنيين، تدمير المستشفيات ومرافق الأمم المتحدة؟ هذا هو السؤال. حتى الآن الولايات المتحدة لم تضع خطا أحمر بشأن هذه الأنشطة. يعني أستاذي، وبصفتك مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأزمات، كيف تقرأ التوترات في منطقة البحر الأحمر أيضا وهجمات استمرار هجمات الحوثيين للسفن والرد الأمريكي البريطاني؟ الحوثيون حزب الله في العراق هم جزء من التحالف مع إيران وأصبحوا نشيطين للغاية عقب 7 من أكتوبر عندما هاجمت حماس داخل إسرائيل. الحوثيون يقولون أنهم يهاجموا السفن في البحر الأحمر وخليج عدن المرتبطة بإسرائيل. والولايات المتحدة وبريطانيا أطلقوا الصواريخ وقصفوا مرافق الحوثيين، ولكنهم لم يتمكنوا من ردع الحوثيين حتى الآن. القتال هناك أيضا على حدود اللبنانية والعراق وسوريا. حتى الآن الصراع لم يحتدم، ولكن فيما بعد بسبب خطأ أو استفزاز قد نرى تصعيدا خطيرا للموقف قد يحدث في البحر الأحمر أيضا. دبلوماسي أوروبي أعلن أن العملية البحرية الأوروبية لحماية السفن في البحر الأحمر ستنطلق يوم الاثنين المقبل. كيف ترى أن هذه العملية ستؤثر على وهذه الخطوة، وما هي انعكاساتها على المنطقة؟ أعتقد أنها خطوة رمزية، لأن الأوروبيون ليس لديهم حضور عسكري في البحر الأحمر. هم يسمحون للولايات المتحدة وبريطانيا بالعمل، ولكنهم يريدون أن يظهروا داعمين للولايات المتحدة في مجابهة الحوثيين وداعمين لحرية الملاحة في البحر الأحمر وفي المناطق الأخرى. لهذا يريدون أن يقوموا بعملية رمزية إسهاما في ذلك. نعم، وهل هناك حلول لتخفيف حدة هذا التوتر والصراع في المنطقة برأيك؟ الأمر الرئيسي هو الوصول لوقف الإطلاق النار في قطاع غزة. نعلم أن قيادي الجماعات المسلحة في المنطقة عند الرجوع إلى ما قبل 7 من أكتوبر سيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 من أكتوبر إذا توصلنا إلى وقف الإطلاق النار، ولكن إذا لم نتوصل إلى ذلك التوتر سيتصاعد ويستمر، وقد نقترب من حرب إقليمية. نعم،
كل الشكر لك أستاذ أيوست هيلترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجموعة الأزمات الدولية، كنت معنا من بروكسل. اتسعت فجوة الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، وأصبح الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو مهددا بالانهيار بسبب خلافات مع القادة الإسرائيليين حول تبادل الأسرى والمحتجزين وتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس حربه يتخيلون أن قرار الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي سيكون بمثابة المسمار الذي يدق في نعشهم ويفرق شملهم، فاستمرار العدوان تسبب في حالة من الارتباك والخلافات وعدم الثقة بين قادة الاحتلال الإسرائيلي. الائتلاف الحكومي الهش بقيادة بنيامين نتنياهو كان قريباً من الانهيار بعدما بحث الوزيران بيني غانتس وغادي أزينكوت الانسحاب من مجلس الحرب، متهمين نتنياهو بالانفراد بقرارات مصيرية تتعلق بصفقة محتملة لتبادل الأسرى والمحتجزين، والتي استبعد غانتس وأزينكوت بشكل شبه كامل من عملية صنع القرار بها. ويرى محللون أنه يدور الحديث عن أن نتنياهو رفض مسودة اتفاق اضطراري أعدها الجيش بخصوص تبادل المحتجزين والأسرى، ومنع الوفد الإسرائيلي من مناقشتها في القاهرة، كما طلب من الوفد المشارك بالمفاوضات الاستماع فقط وعدم التفاوض. حالات الخلاف بين نتنياهو والقادة الإسرائيليين وصلت إلى حد العملية العسكرية المتوقعة في مدينة رفح الفلسطينية، فبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن نتنياهو منزعج من تردد الجيش ومخالفة تعليماته لتنفيذ هذه العملية بسبب الضغط الدولي لعدم القدرة على تلك الخطوة. خلافات واضحة للعلن دفعت العديد من القادة الإسرائيليين وأهالي المحتجزين للتأكد من أن رئيس الوزراء الحالي يريد استمرار الحرب لأسباب شخصية ويكرس كل جهوده لإعاقة الحلول الدبلوماسية والسياسية من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. دكتور محمود أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني كنا نتابع الحديث عن الخلافات في مجلس الحرب أو حكومة الحرب ما بين نتنياهو وما بين أعضاء حكومة الحرب، إلى أي مدى هذه الخلافات من الممكن أن تتسع رقعتها وبالتالي تؤثر على عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد من شك لا عندنا ولا عند غيرنا من حتى من الذين يراقبون من بعيد أن نتنياهو ما يحكم قراراته هو المصلحة الشخصية، مصلحته الشخصية ورغبته في أن يستمر في الحكم وفي السلطة هي التي توجه كل قراراته، حتى القادة الإسرائيليين والرأي العام الإسرائيلي والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك. فضلا عن ذلك هناك طغمة يمينية متطرفة إرهابية استيطانية تحيط بنتنياهو سواء في الليكود أو في الحكومة. هذه الطغمة أيضا تؤثر على قرارات نتنياهو لأنها أيضا تريد استمرار الحرب. نتنياهو يدرك أن الحرب أو استمرار الحرب يمكن أن يغير موازين القوى في إسرائيل، موازين السياسة في إسرائيل، ولذلك هو يصر على ويحرص على استمرار الحرب لأنه يتمنى أن تتغير الموازين ويعود إلى قوته السابقة كرئيس للوزراء في دولة الاحتلال. لكن توقف الحرب هكذا يظن وهكذا تشير كل التقديرات، أنه وقف العدوان وقف إطلاق النار يمكن أن يفتح الباب أمام بدء المحاسبة لنتنياهو على سياساته الإسرائيلية الداخلية والخارجية في نفس الوقت، وبالتالي يمكن أن يطيح به من رئاسة الوزراء. المشكلة أننا نحن الذين ندفع ثمن كل هذه الخلافات الإسرائيلية وثمن كل هذه المصالح الإسرائيلية، سواء كانت مصالح سياسية شخصية أو مصالح سياسية حزبية.
الذي يدفع ثمنها الدم الفلسطيني. ومن أجل ذلك رأينا أن الرئيس أبو مازن قبل أيام قليلة وجه نداء مباشرا إلى الجميع بما في ذلك حركة حماس إلى تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية ولغة الحرص على دماء الفلسطينيين والتوصل إلى صفقة اتفاق هدنة أي شيء. ليس المهم هو التسمية وليس المهم هو الثمن، ولكن المهم عندنا هو أن نتوصل إلى هذه النتيجة التي تحقن دماء الفلسطينيين وتقي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على وجه التحديد من ويلات استمرار العدوان الإسرائيلي الذي تحركه كما قلنا آنفا إما نزعات شخصية راغبة في السلطة أو نزعات عنصرية عدوانية متأصلة موجودة داخل المؤسسة الإسرائيلية. يعني دكتور محمود، في ظل تراجع شعبية وأيضا اتساع رقعة الخلاف والائتلاف الذي يترأسه نتنياهو الذي بات يعني على ما يبدو أيضا يعني غير مرغوب به من قبل الشارع الإسرائيلي، وهذا واضح من خلال أيضا الاعتصامات والمظاهرات في الشارع الإسرائيلي، إلى أي مدى من الممكن أن نشهد انتخابات جديدة أو انتخابات مبكرة في ظل هذا يعني ما تشهده سواء كان الحكومة الإسرائيلية أو حتى الشارع الإسرائيلي؟ منذ بداية الحرب وحتى قبل الحرب بالمناسبة كانت هناك أحاديث داخل إسرائيل عن ضرورة إجراء انتخابات أو الذهاب إلى خيار الانتخابات. حتى في ظل الحرب كانت هناك مشاورات وتم الإفصاح عنها وتم تسريب معلومات عن مشاورات بين أقطاب السياسة في إسرائيل لحل البرلمان، حل الكنيسة والذهاب إلى انتخابات جديدة. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة، المشكلة أن الرأي العام في إسرائيل بغالبيته مع استمرار الحرب. آخر استطلاعات الرأي في داخل إسرائيل تشير إلى أن أكثر من 90% من المستطلع آرائهم في الشارع الإسرائيلي يؤيدون استمرار الحرب. ولكن هناك دكتور استطلاع للرأي أيضا يشير بأن 60% من الشارع الإسرائيلي يرفض وجود نتنياهو. نعم، كما قلت لك هذه ليست مشكلتنا نتنياهو أو غير نتنياهو فقط، رغم أن نتنياهو عقب، ولكن المشكلة الجوهرية أن الشارع الإسرائيلي يريد استمرار الحرب. حتى لو جاء غير نتنياهو هل ستتوقف الحرب؟ ما يهمنا وما يسيطر على وعينا نحن وعلى عقولنا وعلى رغباتنا وتحركاتنا السياسية هو الرغبة في إيقاف الحرب. أولويتنا الأولى بالنسبة للقيادة الفلسطينية، بالنسبة للشعب الفلسطيني وكذلك إلى المجموعة العربية والإسلامية هي وقف الحرب، وقف العدوان، بغض النظر من سيحكم في إسرائيل، من سيتولى رئاسة الحكومة، كل هذا لا يهمنا كفلسطينيين. ما يهمنا هو الوصول إلى إيقاف للعدوان مع نتنياهو مع غير نتنياهو، المهم أن يتوقف الحرب ويتوقف العدوان. ولذلك الرئيس أبو مازن في ندائه الأخير كان واضحا وصريحا، لا يهم ماذا يمكن أن نقدم من ثمن وماذا يمكن أن نخسر من أوراق، المهم أن يتوقف العدوان، المهم أن يتوقف الدم وأن يتوقف القتل وأن نحمي شعبنا الفلسطيني من استمرار ويلات هذا العدوان. دكتور محمود، يعني ذكرت حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأكيده على ضرورة توحد كلمة الفلسطينيين، وبالتأكيد توحد كلمة الفلسطينيين يعني إنهاء الخلاف الفلسطيني الفلسطيني سيكون له دور كبير في الوقوف في وجه الحكومة الإسرائيلية أو حكومة الحرب. إلى أي مدى اليوم ترى بأن هناك يعني مسير أو مسار للاتفاق الفلسطيني الفلسطيني، وخاصة يعني كما ذكرت بأن الرئيس الفلسطيني أيضا وجه كلمته إلى حركة حماس؟ الرئيس وجه كلامه إلى كل الفرقاء الفلسطينيين وإلى كل الجمهور الفلسطيني والشعب الفلسطيني بما في ذلك حركة حماس. نحن لا ننكر أن حركة حماس جزء من
الشعب الفلسطيني ولها وجود ولها أنصار ولها تأثير في الشارع الفلسطيني، ونحن لا نريد يعني أن نمحو أو أن تمحى حركة حماس من الشارع الفلسطيني أبدا. بالعكس، قوة أي فصيل فلسطيني هي قوة للشعب الفلسطيني. وعندما حاولت إسرائيل في الماضي وصم حركة حماس في مجلس في الجمعية العامة بالإرهاب، نحن الذين تصدينا لهذه المحاولة الإسرائيلية. رئيس أبو مازن كان أول من دافع عن حركة حماس في الجمعية العامة حتى لا توصف بالإرهاب، لأنه في النهاية نحن أبناء شعب واحد، قضيتنا واحدة مهما بلغت اختلافاتنا. نعم، بيننا وبين حماس اختلافات كثيرة وجوهرية، لكن ليس أمامنا من سبيل إلا أن نستعيد وحدتنا الوطنية. لكن الرئيس وضع أسس وأعلن عن أسس متوافق عليها، هي محل إجماع القيادة الفلسطينية، هي أساس تحقيق الوحدة. أولاً احترام منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. ثانياً، وطبعاً يترتب على ذلك احترام كل التزامات منظمة التحرير السياسية الدولية. ثانياً، احترام الشرعية الدولية التي هي الفضاء الذي نواجه فيه إسرائيل الآن. ثالثاً، الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية كوسيلة نضالية أصبحت الآن هي الأكثر نجاعة والأكثر إمكانية وفق كل المعطيات التي نعيشها كفلسطينيين. والذي يقول هذا الكلام هو أول من أطلق شرارة المقاومة المسلحة والكفاح المسلح في عام 1965، يعني قبل نشأة حركة حماس بأكثر من 20 سنة. وبالتالي هذه الأسس بما يشمل أيضا إنهاء كل المفرزات والنتائج التي تمخضت عن انقلاب عام 2007 في قطاع غزة، انقلاب حماس على السلطة والقبول بسلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد ونظام سياسي واحد، كل هذا هو أساس الوحدة الوطنية. نحن لا نريد أن ننشئ أو نبني وحدة وطنية على غير أساس، نحن نريد أن نضع الأسس المتفق عليها التي تمثل الإجماع الوطني مع بقاء كل طرف يتبنى استراتيجيته أو أيديولوجيته التي يتبناها. نحن لا نحضر على عقول الناس ولا نحجر على عقول الناس، ولكن في الفعل السياسي لابد أن تكون هناك وحدة موقف، وحدة قرار، وحدة منهج سياسي. هذه الوحدة تحققها هذه الأسس التي أعلن عنها الرئيس وأبلغها لحركة حماس ولكل الذين يتحدثون مع حركة حماس. نعم دكتور محمود، وفي ظل اتساع أيضا الاستيطان ويعني مضي الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية في الاستيطان، كيف يعني تتصدى السلطة الفلسطينية لهذا المشروع الذي بالتأكيد سيقوض حتى فرص حل الدولتين في المستقبل؟ الاستيطان ليس أمرا جديدا وليس أمرا يعني طارئا، الاستيطان عمره عقود، وبدأ مع الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 67. ولكن على ما يبدو هناك أيضا اتساع في نعم، بكل تأكيد هناك حالة سعار في المؤسسة الإسرائيلية باتجاه الاستيطان، أملا منهم في فرض وقائع على الأرض يستحيل التعامل معها أو تغييرها في المستقبل. نحن نقول بشكل واضح ولا يقبل التأويل، أي إمكانية للسلام تعني إنهاء الاستيطان وليس فقط تجميد الاستيطان. عندما نتحدث عن حل الدولتين، نحن نتحدث عن دولة فلسطينية خالية من المستوطنات الإسرائيلية وخالية من الوجود الإسرائيلي، وبالتالي هذا يتطلب ليس فقط تجميد الاستيطان وإنما إنهاء الاستيطان. ربما الآن مطلوب تجميد الاستيطان حتى لا نصعد الحلول المستقبلية، ولكن حتى لو كانت الحلول صعبة، الذي يريد السلام عليه أن يدفع ثمن هذا السلام حتى لو كان ثمنا مؤلما. السلام يمر عبر بوابة إجبارية، عبر طريق إجباري واحد، هو إنهاء الاحتلال
وتطبيق قرارات شرعية دولية التي تعتبر أن كل الاستيطان الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 67 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس استيطانا غير شرعي وغير قانوني ويجب أن يزال وأن ينتهي. نعم، كل الشكر لك دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، كنت معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. وقع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في العاصمة برلين اتفاقا أمنيا بين البلدين لضمان تقديم الدعم لأوكرانيا خاصة على المستوى العسكري. ومن المقرر أن يغادر اليوم الرئيس فلاديمير زيلينسكي برلين للتوجه إلى باريس لتوقيع اتفاق مماثل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وللمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا من كييف فلاديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق، أهلا وسهلا بحضرتك على شاشة القاهرة الإخبارية. بداية، يعني هذا الاتفاق الذي تم توقيعه ما بين الرئيس الأوكراني والرئيس والمستشار الألماني أولاف شولتس، إلى أي مدى سيؤثر على المعركة وعلى الميدان؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي من أوكرانيا. بصراحة في ظل تهديدات من قبل السيد بوتين حول هجوم على اتحاد أوروبي، وكمان في ظل تصريحات السيد ترامب حول عدم تمويل الناتو، نحن لا نشاهد توحيد الاتحاد الأوروبي حول مساعدة لأوكرانيا. جدير بذكر بأن ألمانيا هي الرائدة حول تزويد أوكرانيا بالمساعدة المطلوبة، يدور حديث المساعدة عسكرية وكمان مساعدة مالية. حول هذا الاتفاق، اتفاق أمنية، جدير بذكر بأن أوكرانيا وفقا لهذه الاتفاقية سوف تحصل تقريبا 7 مليار دولار مساعدة أو يورو من ألمانيا لمدة هذه السنة. علاوة على هذا، أفاد اليوم سيد شولتس مستشار ألمانيا بأن أوكرانيا سوف تحصل في أقرب الوقت مساعدة عسكرية على مبلغ تقريبا مليار يورو. سوف تتكون هذا المساعدة من ذخائر، هذا مهم جدا لأوكرانيا. أوكرانيا سوف تحصل تقريبا 120 ألف ذخيرة. علاوة على هذا، أوكرانيا سوف تحصل تقريبا 36 مدفع ذات حركة، هذا كمان أيضا مساعدة عسكرية مهمة جدا لأوكرانيا. بصفة عامة كما قلت، نحن نشاهد توحيد الاتحاد الأوروبي حول أوكرانيا. أوروبا هي تدرك بأن أوكرانيا هي مثل أمل أخير الآن لوقف جيش روسي هنا في أوكرانيا. في أن واحد، ما زال أوكرانيا لم تحصل من الاتحاد الأوروبي مليون ذخيرة التي وعد سيد الاتحاد الأوروبي مصدر تقديم لمساعدة في 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 هذه السنة. يعني لكل حال، نحن لا نشاهد توحيد. زيارة مهمة جدا من قبل السيد زيلينسكي، معروف بأن هو أيضا التقى مع رئيس ألمانيا السيد شتينماير. من المتوقع بأن السيد زيلينسكي سوف يلتقي مع رجال أعمال أيضا ألمان وكمان برلمانيين ألمان، وسوف يدور حديث حول تقديم المساعدة عسكرية وكمان اقتصادية لأوكرانيا. روسيا دمرت اقتصاد أوكرانيا وأوكرانيا تحتاج إلى دعم المالي. نعم، ويعني في ظل انطلاق أيضا أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، ما هي التوقعات لدعم أوكرانيا، خاصة بأن نائبة الرئيس الأمريكي أيضا تحدثت عن دعم كييف وأيضا تحدثت عن دعم الاتحاد الأوروبي لكييف؟ بصفة عامة كمان يدور حديث حول المؤتمر في ميونخ تزويد أوكرانيا بمليون مسيرة. بصفة عامة هذه حرب هي حرب تكنولوجية، نحن نشاهد بأن موجود التطوير بصراحة هائل في هذا المجال. أوكرانيا في حاجة ماسة إلى عدد كبير من المسيرات. علاوة على هذا، أوكرانيا تنتج مسيرات بكميات أيضا كبيرة. جدير بذكر بأن تقريبا 200 شركة أوكرانية بدأت إنتاج مسيرات. بصفة عامة أوكرانيا تنتج حوالي 65 نوعا من المسيرة. يعني في عين واحد من المتوقع بأن أوكرانيا
سوف تحصل على مساعدة جديدة، مساعدة عسكرية من الاتحاد الأوروبي وكمان من دول ناتو. يدور حديث عن الذخائر، أوكرانيا في حاجة ماسة إلى ذخيرة. إذا قبل أوكرانيا استخدمت في يوم حوالي 7000 ذخيرة، فاليوم أوكرانيا تستخدم في يوم تقريبا 2000 ذخيرة، وهذا العدد قليل جدا بالمقارنة مع روسيا التي الآن تستخدم ضد أوكرانيا حوالي 10000 ذخيرة في يوم. ولكن هل هذا أثر على مسير الميدان وعلى مسير العملية العسكرية من قبل كييف؟ بصفة عامة، أولا نحن يعني واحد ندرك بأن من الضروري تعزيز إنتاج الأسلحة محلية يعني أوكرانية. هذا الأمر صعب جدا لأوكرانيا أولا. ثانيا نحن نشاهد بأن روسيا تحاشد عدد كبير من قواتها في منطقة دونباس وكمان في جنوب أوكرانيا، يعني بأن روسيا اختارت سيناريو حرب طويلة أمد أو حرب الاستنزاف أوكرانيا وكمان حلفاء لأوكرانيا. يعني بصفة عامة الأمر مقلق أكيد لأوكرانيا. وللأسف الشديد أوكرانيا في حاجة ماسة إلى مساعدة من الغرب. أوكرانيا أصبحت دولة متلاكة التي معتمدة على دول مانحة. يعني في أقرب الوقت نحن سوف نشاهد التفاقم الصراع على ميدان القتال هنا في أوكرانيا. يعني أيضا كان حديث نائبة الرئيس الأمريكي وتأكيدها بأن القوات الأوكرانية استعادت نصف أراضيها التي احتلتها روسيا في بداية العملية العسكرية. يعني إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن هذه العملية العسكرية لا زالت ماضية وكييف يعني لا زالت تحافظ على قوتها؟ نعم، سؤال شائك. أوكرانيا حررت تقريبا 45% من أراضيها التي روسيا احتلت. أوكرانيا حررت أراضينا تقريبا منذ سنة ونصف، ولكن هجوم المضاد السابق هو كان فاشل أو طفيف بسبب عدم وجود معدات عسكرية هجومية. يدور حديث عن مقاتلات وكمان صواريخ بعيدة مدى وبصفة عامة دبابات. سبيل بالغ، وعدت أمريكا تزويد أوكرانيا بـ40 دبابة من طراز أبرامس فقط، يعني هذا قليل جدا. عندنا خط الالتماس في طوله أكثر من 1000 كيلومتر. يعني مساعدة من الغرب هي بصفة عامة كبيرة ولكن ليست يكفي. ممكن يتساءلون أعزاء المشاهدين، لماذا يجب لأمريكا ولغرب تزويد مساعدة لأوكرانيا؟ لأن أوكرانيا نعزت ترسانة نووية وفق المذاكرة بودابشت، أوكرانيا نعزت دبابات صواريخ باليستية، أوكرانيا نعزت كمان مقاتلات وطائرات استراتيجية، وضمنت أمريكا، بريطانيا ومن سخرية القدر روسيا حماية أوكرانيا وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. واليوم أوكرانيا تتواصل من أمريكا تزويدها بذخائر وكمان بمعدات عسكرية. لنكون صريحين، بصفة عامة أوكرانيا تحصل من غرب معدات عسكرية سوفيتية قديمة. نعم، هي تحصل على دبابات ليوبارد 2 من ألمانيا ومن الدول الأخرى، ولكن بصفة عامة كميات محدودة جدا من الأسلحة المتطورة. ولكن على الرغم من ذلك نحن نشاهد الآن صمود هذه القوات المسلحة الأوكرانية. يعني واحد اليوم نحن نشاهد تراجع تدريجيا القوات المسلحة الأوكرانية من أفدييفكا في منطقة دونباس. روسيا تهاجم على هذه المنطقة تقريبا سنتين. نحن موجود تراجع قوات مسلحة أوكرانية بسبب عدم وجود ذخائر وخاصة ذخائر من أمريكا. نعم، يعني منذ أشهر كان هناك خلاف أيضا في الكونغرس ورفض من قبل الكونغرس الأمريكي تقديم دعم لأوكرانيا وخلاف مع البيت الأبيض ومع الرئيس جو بايدن. ولكن على الرغم من استمرار الدعم الأمريكي واستمرار الدعم الأوروبي إلا أن هناك نقص لا زال، وهناك رفض في الداخل الأمريكي لدعم أوكرانيا. واليوم الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات جديدة، هل تتوقع بأن الدعم سيتواصل من قبل الولايات المتحدة؟ وفيما يعني إذا تغير حكم البيت الأبيض هل سيواصل دعم أوكرانيا أيضا؟ بصراحة هذا غير معروف. لماذا؟ لأن السيد ترامب هو راديكالي جدا. أنا كمان أتذكر بأن في أيام رئاسته السيد ترامب هو قدم لأوكرانيا
صواريخ جيفلين، صواريخ مضادة دبابة. كمان نتذكر بأن إن القوات الأمريكية في أيام ترامب أطلقت النار على قوات مسلحة روسية في سوريا وقتلت 500 جنديا روسيا من مجموعة فاغنر. يعني سيد ترامب هو راديكالي جدا، ونحن كما نشاهد بأن كثير من التصريحات هي شعبوية، ولكن في أن واحد أمر مقلق بأن الآن أوكرانيا لا تحصل مساعدة من أمريكا، بأن توجد خلافات شديدة بين طرفين، يعني بين جمهوريين وديمقراطيين. وفي أن واحد جدير بذكر بأن تردد سيد بايدن حول تزويد أوكرانيا هجومية لأوكرانيا أسلحة هجومية وكمان صواريخ بعيدة مدى تكامس تشجع بوتين لحرب طويلة الأمد، الحرب الاستنزاف أوكرانيا. دعونا نتذكر بأن تقريبا منذ سنة معذرتان سيد بايدن هو رفض حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو. بصفة عامة أكيد توجد في جو أرياخ خيانة من قبل أمريكا، أمريكا التي ضمنت حماية أوكرانيا وفقا للمذكرة بودابشت. نعم، كل الشكر لك أستاذ فولاديمير شوماكوف الدبلوماسي السابق، كنت معنا من كييف. أهلا بكم. قالت كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا فشلت، وأن القوات الأوكرانية استعادت نصف أراضيها التي احتلتها روسيا في بداية عمليتها العسكرية الخاصة. وأضافت هاريس خلال كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن أن روسيا خسرت ثلثي معداتها حتى الآن، وأن إجمالي خسائر جنودها بلغ 300,000 قتيل، أكثر بعشر مرات مما خسرته في حرب أفغانستان. لا يوجد مجال لأي أخطاء. حرب بوتين فشلا ذريعا. أوكرانيا استعادت أكثر من نصف الأراضي التي احتلتها روسيا في بداية الصراع، الجيش الروسي عانى انتكاسات كثيرة، خسر ثلثي معداته بسبب عنف بوتين. روسيا عانت أكثر من 300,000 قتيل، تذكروا هذا أكثر بخمس مرات مما خسرته في عشر سنوات في أفغانستان. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي والباحث السياسي. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الرئيس الأوكراني وما بين المستشار الألماني أولف شولتز، إلى أي مدى سيؤثر على المعركة وعلى أيضا التواجد الأوكراني على الأراضي التي تم استعادتها من روسيا؟ برحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. طبعا ده هيعطي جديدة ودفع إلى القوات الأوكرانية لمزيد من مقاومة تقدم القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، وبالتالي هذا يعتبر تغير نوعي. أن إحدى الدول الأوروبية كألمانيا والتي تعتبر أقوى اقتصاد أوروبي يقدم هذه المساندة القوية لأوكرانيا. تحرك طبعا بطريقة فردية، وألمانيا طبعا تغامر بقوة ضد روسيا، وهذا ما سيدفع روسيا إلى أن ترد بشكل آخر على هذه الخطوات من ألمانيا منفردة عن الاتحاد الأوروبي. يعني تأكيد نائبة الرئيس الأمريكي في مؤتمر ميونخ للأمن بأن هناك دعم لأوكرانيا، وحثت الاتحاد الأوروبي على مزيد من الدعم، ومن ناحية أخرى كما ذكرت حضرتك بأنه هذا تحرك فردي من قبل الرئيس الأوكراني إلى ألمانيا، وأيضا إلى توجهه إلى باريس أيضا لتوقيع اتفاق مماثل. يعني وتأكيد أيضا هاريس بأن روسيا خسرت عدد كبير من قواتها، يعني إلى أي مدى ترى هناك تقدم اليوم فعليا، سواء كان هل تراه لأوكرانيا أم لروسيا،
خاصة في ظل أيضا الحديث عن استعادة 45% من الأراضي التي تم احتلالها من قبل روسيا؟ طبعا الإعلام الأوروبي يجمل ما يحدث. روسيا تتقدم بخطوات ثابتة على الأراضي الأوكرانية. روسيا لها قوة كبيرة جدا، عملية فقد قوات كبيرة من القوات الروسية كلام طبعا غير صحيح. الإعلام الأوروبي في كثير من التضليل الآن. الدول الأوروبية منقسمة تحت ضغط شعوبها بالابتعاد عن هذه الحرب وعدم الخوض فيها، لأن أتكلم عن إيطاليا، الشعب الإيطالي يجد أن مساندة إيطاليا إلى أوكرانيا ضد روسيا يخسر، يتسبب في خسائر لإيطاليا على المستوى الاقتصادي ومستوى العلاقات الدولية. هتكلم عن الاقتصاد الإيطالي. الاقتصاد الإيطالي تأثر بشكل مباشر. الطاقة زادت خمسة أضعاف في آخر سنة. بالتالي الغاز، الطاقة، البنزين، الوقود، كل أنواع الوقود زادت خمسة أضعاف. ما يعني أن إيطاليا تغامر بمستقبلها الاقتصادي لمساندتها في هذه الحرب. وحتى ألمانيا أستاذ محمد، وحتى ألمانيا يعني زادت، ارتفعت فيها الأسعار. ألمانيا الأسعار زادت فيها، ولكن أنا بتكلم عن إيطاليا بما أني أعيش حياة المواطن الإيطالي. في نفس القدر بيتأثر المواطن الفرنسي والمواطن الألماني. هناك ضغوط وتظاهرات لسحب الدعم الإيطالي والدعم الأوروبي لهذه الحرب التي تسببت في زيادة الأسعار، زيادة الضغط على المواطن، زيادة الضغط المعيشي، التراجع في مرتبات الأشخاص. بالتالي كل هذا عاد بالسلب على المواطن الإيطالي والمواطن الأوروبي. نعم. بنجد أن ألمانيا تحركت بهذا الشكل في تحرك غريب، وستتحرك مثلها فرنسا، ولكن إيطاليا تقدم خطوة وتتراجع 10 خطوات في مساندتها لهذه الحرب. نعم، كل الشكر لك الأستاذ محمد يوسف الكاتب الصحفي والباحث السياسي، كنت معنا من بروكسل على كل هذه التفاصيل. إذن انتهت هذه الساعة من التغطية، ولكن التغطية متواصلة على شاشة القاهرة الإخبارية. نلتقيكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية جديدة. إلى اللقاء.